بين قناة جديد العروض، مرحبا بكم في فيديو جديد. العروض اللي غتشوفوا اليوم غتكون نهار الجمعة المقبل 3 مارس. كما تشوفوا معنا كاين هاد الآلة ديال غسيل الأواني، الثمن ديالها 2200 درهم. وبالنسبة للاستهلاك ديال الدور ها اقتصادية، كاين هاد الساعة ديال شاومي الثمن ديالها 600 درهم. كاينة بجوج لوان، كاين هاد الروف الحمام الثمن ديالو 90 درهم. اللي تيجي بالطول ديال 1.07 متر والعرض 36 سنتيم. كاين معنا هاد الصينية هادي مع السا ديال الأوعية الثمن ديالها 130 درهم. كاين هاد الصحن ديال التقديم اللي الثمن ديالو 70 درهم، حتى هو ديال الزاج. كاين معنا عاوتاني هاد الطقم ديال الكاطو الثمن ديالو 130 درهم. كاين معنا هاد الصحن الزجاجي ديال الفران دو بياس الثمن ديالهم 70 درهم. كاين هاد القوالب للحلوى 3 بياس الثمن ديالهم 90 درهم. وما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو تشتركوا في القناة وديروا اعجاب الفيديو وتخليوا الاراء ديالكم في التعليقات. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.